صلى الله عليه يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا ابو علي ما خاب والله من تمسك بكم امنا يا ليتنا يا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم فنفوز والله فوزا عظيما يا دوحة المجد من فهرين ومن مضري قد جف ما الصبا من غصنك النظري يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر قد غايا يا لخسف الردى يا بدر الهدى يا فهوى يا نجوم السماء من بعده تثري حلو الشبيبة يا لهفي عليه دوا بالعز ويل الظفري والنبل النثار وقيد زفت وعداؤه بالبيض والسمري أنا يا أخ مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على فاغتايا لم افرقه الازدي بمرهفه اويال فخر لكن بخد منهم العفري اي والله بخد منهم فما بكى قمر إلا على قمري أي والله فما بكى قمر إلا على يا قمري يا سعد الله قلب الصدق ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في
وخجري. اي والله ضجيع وصخر ويا يا 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 الحجري مرملين مذرأت ورملة صرخت وويلاه وقشبا يا مهجتي يا شروري يا ضياء وعدلك تعوف العرس وانا بقرعه زين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. من كلام لمولانا زين العابدين وقرة عين الناظرين وسيد الساجدين. وأما حق الزوجة عليك في رسالة الحقوق، وأما حق الزوجة عليك فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها الله لك سكنا وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها وتطعمها وتسقيها وتكسوها، وإذا جهلت عليك عفوت عنها. صلى على محمد وعلى محمد. والتوترات الأسرية وكثير ما تؤدي العلاقات الزوجية إلى فشل وطلاق، يعني سببها أن الزوجين ما عندهم ثقافة حول نفس العلاقة الزوجية، يعني جهل. بس قالت لي اجى الاخوندي رجل الدين خذ وكاله من المراه، زوجت وانكحت موكلتي فلانه بموكل فلان على الصداقه المعلومه، وكذلك قبلت لموكلي علي. هو مين يفتهم هذا النكاح شنو؟ هذا الزواج شنو؟ هاي حقوق المراه شنو؟ مين يعرف؟ ما يعرف. مطالعه ما عنده، برنامج تثقيف ذاتي ما عنده، يعني عدا الله على هالمجالس، وهالمجالس هم رحمة من الله عز وجل. بس أكثر الفشل في العلاقات الزوجية ناتج من عدم وجود رؤية متكاملة حول قضية الزواج، يعني حقوق المرأة ما يعرفها هذا، كذلك المرأة حقوق الرجل ما يعرفون، يعني ما يعرفون حقوقهم ووظائفهم تجاه بعضهم البعض، ما يعرفون. لو يعرفونها تمام انحلت كل المشاكل، بس للأسف ما يعرفونها، وإذا يعرفونها ما يفرقون مثلا في بعض الصور. طبعا من خلال التأمل في هذا النص، هناك تقريبا نوعين من الحقوق، أكو حقوق قانونية إلزامية، وأكو حقوق أدبية أخلاقية. لاحظ حبيبي، الحقوق القانونية الإلزامية واللي هي أهم شيء تقريبا في حل كثير من المشاكل العائلية، إن المرأة إذا قالت للرجل أنكحتك نفسي على الصداق المعلوم، وقال الرجل قبلت النكاح صار عقد دائم، زين، المرأة هذه بموجب هذا العقد الدائم يجب عليها أمور، فإذا طبقت هذه الأمور هناك واجبات على الزوج تتوجه إليه على أثر التزام المرأة بهذه الأمور. الأمر الأول الذي يجب على المرأة أن تلتزم به، واحد، هو التمكين الجنسي، أن تمكن الزوج من نفسها جنسيا، بحيث هذا الزوج في أي وقت أراد أن يجامعها المفروض ما تمتنع، هذا حق ثابت للزوج، التمكين الجنسي. وفي الرواية مدح للمرأة المؤمنة، خير نسائكم في الحديث الودود،
الولود العزيزة في أهلها، الدليلة مع بعلها، المطيعة لزوجها، المتبرجة له، الحصان مع غيره، وإذا خلت معه خلعت درع الحياة. أثناء الاختلاف تخلع درع الحياة، دليل على تمكين كامل في الفضائل الجنسية. زين، هذا واحد، التمكين الجنسي. اثنين، أن لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن الزوج. من دون إذن الزوج ما يجوز لها تطلع الحرم برا، بل في بعض الموارد جائز بل واجب، حتى لو الزوج ما رضى لا يرضى الزوج، مثل كخروجها إلى الحج مع توفر المقدمات والاستطاعة اللازمة. يجوز أن تذهب إلى الحج لأن الله أعطاها إجازة أن تطلع للحج، تمام يا مؤتمر؟ هسه الزوج خالف، المخالفة هاي ما لها أي معنى. مثلا هذه في المسألة مورد ابتلاء، زين أطرحها على المنبر. مثلا المرأة هذه تريد تطلع تزور أهلها، تصل الرحم، إذا الزوج يمنع من خروج المرأة بحيث يسبب هذا المنع قطع للرحم ما يجوز. واضح صار في الأمور. يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بمقدار ما تؤدي وتصل الرحم بحيث لا يقال عليها أنها قاطعة للرحم، يجوز لها. ما يقدر الزوج يمنعها من الخروج بحيث يسبب قطع الرحم. ليش؟ لأن قطع الرحم حرام، قطع الرحم حرام. في قضايا ضرورات معينة، مثلا المرأة توقف خروجها أن تضرب أبراق، مريضة المرأة ويلزم أن تضرب أبراق، إذا ما تضرب تبرة، إذا ما تضرب هاي الأبرة تتعرض للتلف أو الهلاك، فالحرم يحتاج إلى الزوج. بعض الفقهاء قيد المرأة ما تطلع برا بحيث ان الزوج يتضرر بهذا الخروج، يصير تفويت لحق الزوج، في الحالة هم يجوز. زين، اول شيء تمكين جنسي، اثنين عدم الخروج من البيت الا باذنه، الا في الضرورات وكما فصلنا في بعض الاشياء اللي الله الزم بالاتيان بها. ثلاثة يقولون عدم الاتيان بالمنفرات. المرأة المفروض ما تأتي بشيء ينفر الزوج منها، مثل شنو؟ تلبس الملابس الوسخة مثلا، الزوج جاي لباسه كثير وسخ، هذا الشيء ينفر الزوج منها. يقولون يجب أن لا تأتي بالمنفرات، خصوصا بعد في قضايا الجماع هم لا تأتي بالمنفرات. يستحب للمرأة أن تتعطر لزوجها، تتزين له مو للغير، تحاول تجذبه تكسبه إليها من علامات النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. المرأة إذا الزوج أراد منها حاجة يقولون ينبغي أن لا تقطب وجهها في وجهه ولا تتبرم بقضاء حوائجه. واضح حبيبي؟ هذا التبرم وهذا التقطيب يقولون هم منفرة، يعتبر منفرة. زين، هاي ثلاث مسائل واجبة على المرأة أن تأتي بها: تمكين جنسي، عدم الخروج من البيت، عدم الإتيان بالمنفرات. واضح الشغلة؟ إذا المرأة التزمت بهاي الثلاث البنود القانونية الإلزامية، يجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف، يعطيها نفقة. النفقة شنو؟ تشمل الطعام المناسب واللباس المناسب والسكن المناسب والدواء المناسب، كل مناسب حسب شأنه يكون ينفق عليه بالمعروف.
يهيئ لها المسكن، المطعم، الملبس، هذا كله لازم يهيئ إليه. واجب شرعي لازم يهيئها. إذا التزمت المرأة بالذيك الثلاث الوجوه. أنت إذا تلاحظ المحاكم أكثر المشاكل ناتجة من التخلف في هذه الوظائف الشرعية. واضح مولاي؟ إذا أنت تبي ترجع كل المشاكل تشيك الجذر هذا نشوف حتما فاقدين أحد من المسائل. يجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف. هاي مسألة شرعا واجبة. حبيبي السجاد سلام الله عليه في هاي المسألة طارح بالأخير يطعمها ويسقيها ويكسوها. أكو فد مسألة عندنا احنا الحين الزوج يجب عليه ان ينفق عليها بالمعروف، تمام يا مو تمام؟ اجينا المرأة قالت انا واجب علي تمكين جنسي على العين والراس، ما اطلع برا على العين والراس، ما اتبع المنفذ على العين والراس، طبخ ما اريد اطبخ، كنس ما اريد اكنس. هل ممكن ان تدعي ذلك ام لا؟ العلماء يقولون بل يمكن ان تدعي، مو من وظائفها الالزاميه الطبخ والكنس والخدمات المنزليه، هذا مو واجب عليها. الا اذا انت اشترطت عليها متن العقد يصير شرط ضمن عقد لازم يجب عليها ان تاتي بالشرط، والمؤمنون عند شروطهم. اذا قلت لها انا اخذ بعقد عليك بشرط التزمين بالخدمه المنزليه. اذا قبلت يجب عليها الخدمه المنزليه. اما الخدمه المنزليه هي مستحبه شرعا. يستحب ان تخدم المراه في بيت زوجها وان يتقاسمون الادوار. الامام علي سلام الله عليه تقاسم مع الزهراء الادوار، الامام علي خارج البيت والزهراء داخلها. هني الامام السجاد سلام الله عليه من ضمن الوظائف اللي يقولها للزوج يقول صح وإن كان حقك عليك وإن كان حقك عليها أوجب إلا أنه لها عليك أن ترحمها. إذا هاي مولاي دا تطبخ ودا تكنس ودا تشتغل أنت هم ساعدها بعد، أنت هم بد يد العون ليه؟ شنو الإشكال في ذلك؟ ها؟ ليش مستنكة بنتين؟ ليش ما يصير عندك تواضع؟ اخدم بيتك، شنو الاشكال في ذلك؟ ان ترحمها. انت المرأة ما اخذتها حمار طاحوني وما اخذتها مستخدم، هذه شريكة حياة، هاي سكن، هاي مستقر اليك. تلاحظ شلون؟ ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. انت اخدم بالبيت، شنو الاشكال فيها؟ الامام علي سلام الله عليه كان يخدم بالبيت. في بعض الروايات ورد دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على بيت علي فراى علي ينظف العدس. مستحب طبعا اكل العدس، في بعض الروايات العدس اكل الانبياء. دخل رسول الله فراى عليا شنو ينظف العدس. علي وما ادراك ما علي، والزهراء وفاطمه بجنب القدر، يعني تطبخ. شاف المنظر هذا فقال يا ابا الحسن اذن مني، تعال يا عمي ابو الحسن. فقال يا ابا الحسن اسمع مني ما اقول، وما اقول الا بامر من ربي، مو من عندي اقول هذا من الله. اعلم ما من رجل يعين امراته
في بيتها إلا وكتب الله له بكل شعرة في جسده عبادة سنة، قيام صيام نهارها وقيام ليلها. بكل شعرة بدن، انت كم شعرة بدن؟ 50,000 شعرة؟ بكل شعرة ثواب عبادة سنة، هاي السنة صيام نهارها وقيام ليلها. يعني احنا القضية ما نسويها بأيام العادية. انت شايف واحد يصوم النهار ويبدأ الليل، يقوم الليل من أول الليل إلى أول الصبح، سويها انت؟ بعيد، احتمال بعيد، احتمال جدا بعيد. إلا من وفقه الله. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا على كل. ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا وكتب الله له عبادة سنة، كل شعر عبادة سنة. حلو. وأعطاه الله ما أعطى الصابرين. هرمونا اخدم بالبيت، شنو الإشكال؟ المراكب شيلها عدلها خلها على البيت. قالت لك روح المطبخ غسل المواعين، روح غسل. ليش مستنكر؟ طاغوت يعني انت؟ هو واحد الطاغوت مو لازم حاكم البلاد طاغوت، انت ممكن تصير طاغوت. واحد صار عالم لان صار عالم صار طاغوت، واحد صار تاجر لان تاجر صار طاغوت، واحد حصل له مقام صار طاغوت. اقول لهم عدل، مو لازم الطاغوت الحاكم الطاغي، لا انت ممكن تصير طاغوت في بيتك. اخدم بالبيت، شنو الاشكال؟ هذا من التواضع، مشيهم التواضع. تمام تمام تمام. علي نظف عدس، انت هم نظف العدس، انت احسن من علي. ارحمها بابا، ارحمها زوجتك. عدل له وعدي. الله اكبر. اقولها قصه، تسمع قصة؟ أقولها؟ قولها بقولها. أقولها؟ خلاص. لا أحيانا قصة. الشيخ عبد الكريم الحائل مؤسس الحوزة العلمية في قوم. الله أكبر. ترى أكو بعض الشغلات بسيطة هي، بس هذه بيها بتصير توفيق خاص. انت لا تستنكف من العمل البسيط، لعل عمل بسيط فيه اخلاص احسن من عمل كثير كل شيء ما قوي. الشيخ عبد الكريم الحائل مؤسس الحوزه العلميه في قوم، هذا الرجل رجل عظيم جدا. هذا يوم من الايام زوجته اتمرضت. الانسان الله يبليه. ولنبلونكم بالشر والخير فتنه، يقول امام علي الشر الفقر والموت. الله يبليك. فالواحد الطهران من خطباء العظماء، فالليله نام، ليله من الليالي نام، قعد يعني على اساس لصلاه الصبح يريد يقعد، قعد شاف الوقت مظلم، بعده مظلم. إنا لله. مرة ثانية هم نام، بعد قعد شاف الوقت بعد مظلم، لا إله إلا الله. فمرة ثالثة هم نام، هم طلع لقى هم مظلم عجيب. بعدين بناته زوجته يولين الظهر، قالوا له بابا ليش ما تقعد انت؟ صار الظهر، قال عجيب أنا أشوف ظلام، إلا هو صاير عمي، صار عمي. ابتلي بالعمر اثناء النوم، ابتلي بالعمر. بعض اوقات القضاء يكون هكذا، مره واحده يصير فيك في البلاوي تمد بالحرب. واحد الكح لا يدخن، لا هو حشاش، لا هو مخدر، لا هو هتلي، لا هو لوفري،
آدمي، صلي، أصوم، زكي، كل شيء حسب الأصول، صحته أوكي، كل شيء بيه أوكي، فد مرة قام الكحة، شلون جت لي الكحة ما أدري، سألنا إيش بيك سيدنا؟ ودوه المستشفى في سرطان له. طلع شيابه السرطان الرئوي، ها؟ إذا تعرفون ليه فلسفة يعني عادة السرطان واحد مخدر شيء حشاش تدخين أصلين سرطان سبعة ثلاثين سنة بعض أوقات القضاء يجيك الشيء زوجة الشيخ تمرضت وأصيبت بالعمى صارت عمياء وبعد فترة أصيبت بالشلل زوجة الشيخ عبد الكريم الحافظ زين الشيخ هذا عمياء وفيها شلل يقول الواسطة تحملها 10 سنين على هالوضع وكان يطعمها بيده ويخدمها في بيته هو يسوي الطعام ويغذيه وكان يخدمها عمياء ومشلول فكان يخدم زوجته طول 10 سنين ولما كانوا في العراق كانوا في كربلاء وفي كربلاء كانوا في فترة ينامون فوق السطوح حتى أتذكر إحنا في البحرين أنا أتذكر في السبعينات كان أبونا يودينا فوق السطوح ننام إحنا ما أدري عندكم هالعادة ولا لا؟ قاعد السالفة فنروح فوق السطح ننام جوهم حلو لطيف بارد في إيران هم موجودة هاي السالفة بالصيف وروحوا فوق السطح ينامون في كربلاء كانوا ينامون فوق السطح فكان الشيخ يحمل زوجته على ظهره ويصعد بها فوق السطح حتى هنا هذا الله ينطي توفيق تأسيس حوزة علمية الحين مرة انت طالما هي قوية وشابة وحبوبة وصبوحة الويل وحسب الأصول انت وياها تمام لما تشيب وننكسه في الأرض وننكسه وصارت شوي شايبة وقامت تحكي عدل وعمية انت ما تلتفت لها ولا تهتم بيها انت تطلقها مرة واحدة تقدر تطلقها تفتك من حبايبها شنو اللي اشتغلها؟ لا زين العابدين شو يقول؟ يقول أنت ارحمها ارحمها هذه أنا هذه شريكتك في الحياة تدري شو يقول زين العابدين هاي موجودة بالمتن اللي شيء ما قلتها لك يقول فتكرمها وترفق بها وإن كان حقك عليها أوجب ها إلا أنه لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك وعلى أسيرك تماما فأنت حبيب اخدم بالبيت لا تستنكف من الخدمة ارحمها يا أخي دخل رسول الله رواية ثانية ترى دولة معادن رحمة دولة فيض من الله أخلاق عالية سمو في كل شيء عندهم قمة في كل شيء عندهم كرم إنفاق عبادة سلوك مع العائلة يعني يعجبونك أهل البيت ها؟ إحنا تصبح من الصبح نزلت نزل الله روحش طيح الله احنا وجيش ها عندنا مع الاسوان سفاك عندنا احنا شويه الغدا صار ماسخ طيح الله حقش ملح ما خليتين فيه على ملح يسوي عركه وياها وشايلينها وحاطينها على ملح حبيبي ها
النساء حتى لو ما عندنا، ما عندنا احترام للمرأة، ما عندنا تقدير للمرأة. السجاد يقول فتكرمها وترفق بها، خليك لين وياها مو عنيف. الحسن يدخل على الزهراء، سلام، شوف الكلمات الحليوه، يدخل على الزهراء ها يسلم الحسن، شو تقول لي أم الزهراء؟ وعليك السلام نور عيني وثمرة قلبي. دخل رسول الله على علي في بيت علي، فرأى علي والزهراء يطحنان بالجاروش. اي والله الزهراء طحنت بيدها حتى ملولت يديها سلام الله عليها. يعاونها علي، شافهم يطحنان بالجاروش، فسأل رسول الله ايكما اعيا، اعيا يعني من التعب، ايكما اعيا يعني اي واحد فيكم تعب على اثر الطحن هذا، ايكما اعيا؟ فقال علي سلام الله عليه فاطمه اعيا. فاطمه هي اللي تعبت، احتمال عنده قوه وشجاعه، فاطمه اعيا هي اللي تعبت. فجلس سبحان الله رسول الله خاتم الأنبياء، فجلس رسول الله موضعها وأخذ يطحن الحبة مع علي مواساة له. ترحمها الخادم، قالت لك تعال حجي صفض السمك وياي. لا لا سفرتين حق وين سافر روحيش، وانت حق وين سافر روحيش، خبت صفت برا ولي بلعب صفتنا هذا اللي هو عدي. لا لا الحقيقة طلعتين العيش ليين وانت اخبخ وباقي وعليها جبت. انت لما تشيك العلاقات مالتنا فيها 50 اشكال. وحق الزوجة، وحق الزوجة ان تعلم ان الله جعلها لك سكنا وانسا. سكن يعني شيء، شلون تصير المرأة سكن الزوج؟ انت شايف الواحد مسافر، واحد سافر مثلا في المكان، يبحث اول ما يدخل البلد يبحث عن مأوى، يبحث عن سكن يقعد بيه. اذا يقوم يبحث عن السكن والمأوى ما يحصله، ها عدم تحصيله للمأوى وهو بسفر، شو يسبب له؟ يسبب له قلق نفسي، ينزعج، يضطرب، يتخربط حاله، نفسيته مخربطه، ليش ما عنده مأوى؟ ماكو مكان يقعد به. لما يحصل المكان شو يصير؟ اوه استقرت نفسيته، صارت اوضاعها مرتبه، القلق راح، الاضطراب راح، صارت الامور حسب الاصول. تمام؟ المرأة كذلك نفس البيت. إذا واحد ما عنده زوجة مو مستقر نفسياً، تشوفه قلق، مضطرب، منزعج. ليش؟ لأن الله خلق الإنسان ناقص. المرأة هي اللي تكمل، الرجل فيه نقص، كذلك المرأة بيها نقص، الرجل هو اللي يكملها، هذول يكملون بعضهم البعض. الإنسان إذا عنده نقص، إذا عنده فد احتياج شو يسوي؟ يروح وراء فالشيء اللي يسد النقص ماله، الناقص يرجو كماله،
فاذا راح ورا يبي يسد النقص وما حصل في شيء يكمل النقص ماله، يظل بتعب بقلق باضطراب منزعج مشرد الخواطر، بس من يوصل الى الغايه مالته وتتحقق الحاجه مالته لا يستخف. الزوجه كذلك، الزوجه قضيه معنويه. انت حين افترض ذات الزوج، خل زوجتك تسافر عنك في شهر كامل، شو يصير بحالك انت بالبيت؟ ما له البيت ما له قرار، متدودي، لا اكلك عدل، لا شربك عدل، لا نومك عدل، تلاحظ شلون؟ اوضاعك متخربطه بالامر. فالله خلق المرأة، اعلم ان المرأة لك سكنة، هذه تخلق عندك الاستقرار. لهذا انت تشوف اكثر اللي ينتحرون من علماء الاجتماع عندهم احصائيات، اللي ينتحرون اكثر اللي ينتحرون ناس بالزام، لان نفسيتهم مضطربه قلقه. اكثر الذين يعملون الجرائم الكبيره من الزام، اكثر المبتلين بالامراض النفسيه عزام. علماء النفس وعلماء الاجتماع يحققون في القضيه دي. فالمراه سكن، تخلي عندك استقرار. وشنو؟ وانسا. الله اكبر. الانسان ليش سموه انسان؟ لانه يحتاج الى انيس، أو لأنه ممكن أن يؤنس الآخرين. الزوجة أنس، يعني تستأنس معها، ترتاح وياها. الحديث يقول، إذا نظرت إليها أو إذا نظر إليها سرته، بس من تشوفها تنسر، ترتاح نفسيا. شلون انت تقول بعض الاصدقاء تقول انا هذا من العليا ارتاح استانس يسرني لقاؤه، ها ترتاح وياه. المراه كذلك، المراه اذا تقعد وياه تريح اعصابك. المراه وانت بعد تريح اعصابها، تمام يا ابوي تمام. انس، هذا مو كلامي، السجاد يقول جعلها لك انس سكنا وانسا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. سلام الله عليه، امير المؤمنين، امير المؤمنين. يقول اذا كنت نظرت اليها، يقصد الزهراء سلام الله عليه، اذا كنت نظرت اليها انجلت عني الغموم. الله انجلت عني الغموم، تنسى. كانت تزهر في وجه امير المؤمنين سلام الله عليه. فالمراه هي سكن وهي انس، فتعلم زين العابدين يقول، فتعلم بذلك انها نعمة من الله عليك. هذه أكبر نعمة المرأة، إذا هي أنس وإذا هي سكن، هذا أكبر نعمة عليك. ليش المرأة نعمة كبيرة عليك؟ لأنها حفظتك من الوقوع في المعصية، تمام يا مو تمام. الزوجة تحصنك ضد الانحراف، تعففك ضد الرذيلة. لهذا عندنا الزواج نصف الدين، ومن تزوج فقد احرز ثلثي دينه، تمام يا متمام. هذه نعمه من الله عليك. في الحديث خير ما يعطى المرء بعد اسلامه الزوجه الصالحه. اي والله نعمه من الله المراه، اذا اعانتك على دينك بلي تكون المراه تعيني الانسان على دينه. فإذا عرفت إنها نعمة من الله عليك، السجاد شو يقول؟ فلتكرمها، تكون تكرمها، فتكرمها وترفق بها. إحنا إذا التزمنا صارت العلاقات بين الأب والأم كلها احترام،
وتقدير مولانا ومحبة وإرفاق ورحمة، تمام ولا لا؟ هذا خوف بعد مشاكل ما عندنا. انت شوف المتدينين القدامى مو بالسجن اللي هسه دول تأثروا بالحضارة المادية وصارت عندهم مشاكل كثيرة للأسف الشديد، بس القدامى من المتدينين شوف المرأة عندهم أنس واقعا سكن يستلذون لما يروحون البيت يرتاحون نفسيا. الحين الشباب أكثر الشباب المتزوج شوفه طاير طاير، رايح لك بانكوك، رايح لك فرنسا، رايح لك منا منا، عنده علاقات مني ما رجع البيت إلا ساعة اثنين بنتين في الليل زوجته وغير والدي. هذا اللي ما عندهم. فالزوجة سكن أونس نعمة من الله، أنت تكون تكرمها ترفق بها ترحمها وتطعمها وتسقيها. وإذا جهلت عليه استجابت، وإذا جهلت عليه غفرت لها. حلوة بعضهم لسانهم طويل، لكن بعضهم الإمام علي سلام الله عليه يقول المرأة كالعقرب حلوة اللبس. سامعها؟ المرأة كالعقرب حلوة اللبس. انت مجرب المرأة اذا قامت تنقنق بالبيت تخرب اعصابك عدل، اذا سبت غلطت عليك تحملها شوي، خلي يكون عندك سعد صدر ليه. فاذا جهلت عليك عفوت عنها. سبر رسول الله، الله اكبر. جاء رجل الى رسول الله قال له يا رسول الله ما هو الحد الادنى في اخطاء المراه بهالمعنى هذا؟ شقد يعني المراه تذنب علي ذنوب وانا اغفر لها؟ فقال في اليوم 70 ذنبا. سبعين ذنب في اليوم اذا تغلط عليك انت تكون سامع عيني. يعني اذا سويت سفاهه تعبر بعض الكلمات عند النسوان شويه كلمات جدا خشنه شويه. صلى على محمد وعلى الزواج. الهدف منه تحصيل الاستقرار السعادة ومن ضمنها الأولاد الصالحين الأولاد الطيبين. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه من قال العقيل اختر لي امرأة ولدت 1000 حولة من العراق. ليش؟ حتى تلد لي غلاما شجاعا ينصر ولدي. فمن احد اهداف الزواج هو تحصيل الاولاد الصالحين. حتى تنتخرهم لموقف ما اقتضت الاوضاع والشرائط ان يكون عندك اولاد ينصرون الحق. يجيبوا اولاد شو من الاشكال في هذا؟ وفعلا من الامور التي نشاهدها في كربلاء هذا القاسم بن الحسن، الحسن سلام الله عليه اوصاه قال لي اذا اصبت بغمين او بهمين هناك عوذة بيدك افتحها واقراها وافهم معناها وطبق اللي فيك. القاسم وفعلا لما صار ذلك اليوم يوم عاشوراء والحسين يستغيث واقلتنا صرا. الله اكبر الله اكبر. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كل واحد منا يتمنى ان يحضر كربلاء. ورحمة الله على هالشاب هذا راح شهيد الشعائر الإسلامية والحسينية، هذا الولد اللي اليوم يفنى. والله
هذا حسن ولد طيب شاب حباب يحب الخير يحب يسرع في عمل الخير رحمة الله عليه. هذا شهيد الشعائر الحسينية. اي والله واليوم كانت وفاته هم وفاة القاسم رحمة الله عليه. القاسم يقول للحسن إذا أصبت بغم اقرأ العوذة هاي افتحها واقرأها. وفعلا أكبر هم صار عنده تدري شنو؟ الحسين يستنصر ألا من ناصر ينصرنا ألا من معين يعيننا ألا من خائف من النار فيذب عنا وأضل تناصره وأغربته. سمع القاسم كلام الحسين جاء يهرول نحو عمه أراد الرخصة منع الحسين من إعطائه الرخصة فرجع إلى المخيم وهو مهموم مغموم. صار الهم والغم ليش؟ لأن الحسين ما انطى رخصة للقتال والفراسة. صار عنده تألم ليش الحسين ما يعطيه رخصة؟ ليش ايش فيه انا يعني انا ما عندي كفاءة ما عندي استعداد ها؟ فجعل رأسه في ركبتيه صار عنده هم وغم ها؟ عند ذلك تذكر وصية الحسن قال بس افتح العودة انسى الآلام. فتح العودة وإذا بالحسن يقول له بالكتابة هاي بالعودة إذا رأيت عمك الحسين يوم كربلاء وهو يستنصر ويستغيث ولا أحد يغيث فاذهب إلى نصرته ولا تبخل بنفسك عليه. جاء القاسم بالعودة هاي يم الحسين قال يا أبا عبد الله عن أبا عبد الله هاي العودة من أبويا الحسن يقول لي إذا أنت وحيد فريد في الميدان أنا أجي أنصرك وأنا صرت مهموم ومغموم لأن أنت ما أعطيتني رخصة. قال يا بني قاسم أو عزمت على الموت؟ قال بلى عم ليش ما عزم على الموت وانت وحيد فريد في الميدان لا ناصر لك ولا معين. يقول المؤرخ قال الحسين للقاسم بني إلي حتى أشمك وتشمني الله أكبر وأودعك وتودعني. فاعتنق الراوي يقول اسمع هاي هواية صعبة على قلب المؤمن سماعها هاي. الراوي يقول فاعتنق حتى غشي عليه الماء وصغر إلى الأرض. أيوا حسينا أيوا قاسما يا جاسم يا جاسم ليتكم أضل وحدي بس انت وفاضل ناصر ما بقى عندي. فقال له بني قاسم انت قبل لا تروح شويه تعال يم المخيم ها بنات الرساله عقائل النبوه ليتزودوا منك ها وانت هم عريش ها. وقالت هناك رغبه عند الحسين ان يزوج سكينه من القاسم فاقبل به نحو المخيم. التفت عليه بنات الرساله عقائل النبوه وحده تقبله في نحوه اخرى تشمه في صدره. الاطفال يقعون على اقدام القاسم يقبلونها ولزمة ركاب سكنة وعمته بحلقة شنة ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه يا بني يا جاسم هالوقت حيلك العم مدغوة هاليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني الرمح والجنه يا والده ندعي لي رايح انا يا والده من دون ما تقل لي انت وعمتي سنه بحين الاغير الخالي
سماء. شيخ المصري هاي التفت لها وصيش يما وصيت سمعين لفظ جوابي شنو شنو شفا لو شفتي يما وهد ذكر شباب ولا بعد شنو وعطشان له يا والدي حين الشرب ذكروني محرم له يا والدي من دون كل أصحاب ودعهم وبرز نحو الميدايا يا ولا وهو يرتجز ويطرر يقول انت انكروني فأنا يا أنا ابن الحسين صبط النبي المصطفى يا والمؤتمن هاي دافع الحسين هذا حسين الكلاسي بين أناس لا سلوا صوب المزيق قاتل قتال الأسد الباسل حتى قتل على صغر سنه 35 رجلا يقول حبيب بن مسلم برز إلينا غلام الله وجهه كفلقة قمر طالع وفي يده سيف وعليه أزار وقميص وبيده سيف وبرجليه نعلان بينما هو يقاتل القوم إذ انقطع شسع نعله اليسرى فأبى ابن النبي أن يحتفي في الميدان فانحنى لكي يصلح شسع نعله اليسرى غير مبال بالجمع ولا هو مكترث بالألوف التي أمامه بينما هو على هذه الحال يا موالون يا مؤمنون برز له عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي فقال والله لأضربن هذا الغلام لأثقلن به أمه صاحبه حبيب بن مسلم أو ما يخفيك هؤلاء القوم الذين احتوشوا فقال والله لأفعلن فما ولى حتى ضرب الغلام على رأسه رحم الله من نادى وقاسما أيوا مظلوما فوقع الغلام على الأرض وهو يخور بدمه صاح عما فجاء إليه الحسين وقتل قاتله وثارت بشلة القتال غبره يقول حميد بن مسلم اسمعها اسمعه ولي عسعي المؤمن القريعة يقول حميد بن مسلم من جلت الغبرة إلا والحسين قائم على رأس الغلام وهو يفحص بيديه ورجليها شايف انت علي الدنيا حبيب المؤمن يشتغل ترقص برجليه على نزعة الموت من الشكل أخذ يفحص بيده ورجليه والحسين يقول يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك أو ينفعك فلا يغني عنك شيئا هذا يوم والله كثر راتبه وقل يا ناصره بجا وناداه يا جاسم شبيدي بجا وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حد وريدي حالكم تخلوني وحيدي وعلى احتمله على صدره هاش على الحسين وضعه على صدره ورجلاه تخطان في الارض خطا
يسألون ليش كانت رجلي القاسم بخطان على الأرض خطاء؟ ليش؟ لأن الحسين كان محدود بالظهر عندما شال القاسم، جاء به وضعه بين القتلى من أهل بيته مخضب بدمائه، جاب ومدته ما بين خوته بجعدهم لويلي وهم موته، وبس ما سمع النسوان صوت اجت عبده تصيح الله اكبر مبارك بن سبع عن الحنة بدم الراس حنة بدال الشمع بين الشام زفه، ومصيبته وقسمه على راسك من أبتنا بن ينذر، جات له أمه ليلى رأت بتلك الحالة الدم يسيل من ظهره ومن صدره، حاول على الشعر يقول يقول علامة ولادي محن ليدي ومطعون بفاد طعنتي ويسيل دمه من الصفحتي، يا بجا وين عرسك موتك يا أهل الناس عريش يلي سهم فقدك بقلب الوالد يجيش، قل لي لو حد الحداي بالعيش من هو يباريني عقايا بعينك يا ضرغايا، يا ابني فلا اعتيب ولا ارقى بعتابي لكن تهيج النايا يا ابني يا جاسم من ذمه راسك خضاطي، بني في لوعه خلفت والده، الهنا تقبل اعمالنا يا الله، اغفر لنا ذنوبنا يا الله، احسن عواقب امورنا خيرا يا الله، اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، احشرنا مع محمد وآل محمد، اللهم لا تدع لنا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين لا سيما هذا الشاب الذي دفن هذا اليوم، رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات. Oh!